الإمبراطور والعندليب، حكاية من التراث الدنماركي. كان يا مكان في قديم الزمان، وفي بلد آسيوي، إمبراطور مبذر. كان يعيش في قصر محاط بغابة كبيرة تحتوي على بعض البحيرات والأزهار النادرة. كان القصر المبني من الذهب والفضة يحتوي على أشياء غريبة ومجوهرات نادرة تم جمعها من جميع أنحاء العالم. قدم العلماء من جميع أنحاء العالم ليكتبوا عن جمال القصر. كان الإمبراطور فخورا جدا لأن جميع كنوز العالم كانت في متناول يديه. ماذا ماذا؟ لا شيء من كنوز الإمبراطور يساوي العندليب الذي يعيش في القصر؟ ما هذا الكلام؟ أيها اليار! نعم، تعال تعال، يقال أن في بلدنا وفي حديقة بالذات عندليب أحسن من جميع ممتلكاتي. لا أعرف شيئا عنه يا سيدي. إنك مهمل، مهمل جدا. عندليب وفي حديقتي والعالم كله يعرف ذلك وأنا لا أعرف؟ هذا مستحيل. أحضره لي فورا، هيا هيا أحضره لي بسرعة، هيا. ولكن أين هو بالضبط؟ قلت أحضروه، هيا أحضروه. إن لم تحضروه الآن فسوف أضرب رقاب جميع العاملين في القصر، أتفهم ذلك؟ ستضرب رقابنا. سوف تضرب رقابكم. نعم حاضر سيدي. يا إلهي، بدأ الجميع بالبحث عن العندليب وانقلب القصر رأسا على عقب. بعد أن يأس الجميع من العثور على العندليب، سألوا الخادمة المسكينة التي تشتغل في المطبخ. العندليب؟ نعم أعرفه خير المعرفة. في كل مساء عندما أذهب إلى بيتي وبالقرب من البحيرة أسمعه وهو يغرد في الغابة. أحضري هذا العندليب إلى هنا فورا، إنه أمر الإمبراطور. في ذلك المساء تجمع كافة الموجودين في القصر ليروا العندليب. العندليب! هذا العندليب لا يختلف عن أي عندليب آخر. تخيلت بأنه أجمل من هذا. إنه خائف لمثوله أمام الإمبراطور. أيها العندليب، غرد، أرجوك غرد كما تغرد دائما في الغابة بصوتك الجميل. انتشر تغريد العندليب في القاعة الكبيرة وأثر بعمق في قلوب المستمعين. جاش قلب الإمبراطور بالحنان، وحدث نفس الشيء لجميع الحاضرين. هذا العندليب الصغير أثر في قلوب الناس أكثر من أي شيء ثمين آخر. رائع، لقاء أغنيتك الجميلة سوف أمنحك مكافأة، وكما تشاء أطلب. قال العندليب بأن الدموع التي ملأت عينيك هي المكافأة، وهو يشكرك يشكرك. ما أحلى هذا الكلام. أيها العندليب، سوف تبقى هنا أليس كذلك؟ ستغرد بصوتك الجميل. سأوصي بالاعتناء بك أيها العزيز، ها؟ سأوصي بذلك. ضعوه في قفص من الذهب، من الآن فصاعدا سوف يلقب بمطرب الإمبراطور، أتفهمون ذلك؟ والآن أيها العندليب الصغير، غرد مرة أخرى. وهكذا بدأ العندليب يغرد كل صباح للإمبراطور. آه، كم اشتاق العندليب إلى الغابة، كم تمنى أن يطير في الفضاء الطلق. الإمبراطور وحيد مع أنه محاط بالكنوز، ولكن
ما فائدة الكنوز ما دام يفتقر إلى الصديق الحميم؟ أنا على الأقل سأواسيه بغنائي. وفي أحد الأيام وصلت هدية من بلد مجاور، كانت عبارة عن عندليب آلي. كان عندما يعبأ العندليب الآلي يغرد بصوت جميل. علاوة على ذلك، كان العندليب الآلي مزخرفا بالذهب والمجوهرات. رائع حقا، إنك رائع، غرد معه يا عندليبي، سيكون لحنا ثنائيا. والآن ابدأ. غرد العندليب لحنا طبيعيا، بينما غرد العندليب الآلي لحنه الوحيد. توقف! إنها غلطة العندليب الحقيقي. إن العندليب الآلي يغرد أغنية رائعة بنغم مضبوط وحقيقي. لا أحتاجك أنت الآن، اسكت، أتفهم ذلك؟ غنى العندليب الآلي 33 مرة في تلك الليلة، وهكذا حفظ اللحن جميع الحاضرين في بلاط الإمبراطور. وداعا يا سيدي الإمبراطور، لن تحتاجني بعد الآن، سأعود إلى الغابة، إلى المكان الذي يعتبر فيه غنائي ثمينا. وداعا. ومضى عام، والعندليب الآلي يغني كل يوم. وفي أحد الأيام، ما سبب هذا الصوت؟ عندليبي انكسر! لقد تحطم العندليب من كثرة الاستعمال. ومضت 5 أعوام أخرى، وأصبح الإمبراطور مريضا جدا. الجميع تخلوا عنه ولم يقتربوا منه. ترى كيف يساعد المرء إمبراطورا على وشك الموت؟ من الذي فوقي؟ لا أستطيع التنفس من ثقله أبدا. جئت كي أخذك. الموسيقى، اقرأ الطبول، اعزف الموسيقى، أوقفوا هذا الضحك أرجوكم. استعد خذ هذه أيضا. ما هذا الصوت؟ ما هذا الصوت؟ إنه العندليب. نعم العندليب. ما هذا؟ أشم رائحة الربيع، أشم رائحة الورود. إنه عطر الأزهار. أشعر بوجود قلب رقيق. توقف توقف، لقد فشلت لقد فشلت لقد فشلت. عزيزي العندليب، الآن فقط فهمت قيمتك. أنت أثمن من الذهب والكنوز. نعم أتيت فقط لأواسيك وأسعدك يا سيدي الإمبراطور. أوه سامحني يا عزيزي، لقد أغواني العندليب الآلي. والآن أرجوك أن تستريح لتتحسن صحتك. سآتي إلى هنا كل يوم وأغرد لك عن البحيرة وعن الغابة.
لن أحبسك بعد الآن في القصر، أرجوك غرد لي مرة أخرى. ما أجمل هذا الصباح، هذا أول صباح جميل يستقبله الإمبراطور في حياته. وبعد شفائه عني الإمبراطور بالعندليب الذي حمل السلام والهدوء إلى قلب كل من عاش على تلك البقعة من الأرض الواسعة الخضراء.